من 10 سنين بدي مشواري بقناة الإيمان الفضائية، وبدي من خلال إذاعة البشائر. كانت الفكرة برنامج ضمن دورة برامجية، يعني تقريباً شي 12 حلقة، ولكن كان الهم الأساسي أو الهاجس الأساسي من اللحظة الأولى أنه نحن كيف نقدم برنامج عنده محتوى جيد وقيم، برنامج يواكب الأحداث كلها وبذات الوقت أنه يحكي لغة العالم ونكون منهم. ومن هون بلش زوايا، والثالث الحلقات والثالث المواضيع اللي بتخلينا نستشعر ايضا هموم الناس. وبعدين انتقلت من الاذاعه للقناه، وتم الدمج بين هيدي المؤسستين لتصير مؤسسه وحده. وكان هون الجمهور بلش يكون اوسع، المضمون يجب ان يكون متنوع، والمسؤوليه بلشت تكبر. وكمان كان في عنا تحديات تانية، عنا الوضع الاقتصادي، احداث 17 تشرين، ازمه كورونا، انفجار المرفأ، وكل أحداث كانت عم تخلينا نكون أمام تحديات. شو المضمون اللي بدنا نقدمه؟ كيف بدنا نرتقي بهذا المشاهد؟ شو الحلقة اللي بدنا نقدمها اليوم وتقدم إفادة لهذا المشاهد؟ في أحياناً كنا نشتغل 24 على 24 لنطلع بحلقة ولنقول إنه نحن هون ونحن حد الناس. هيدي هي قصتي بقناة الإيمان، وبالذكرى 14 لميلاد قناة الإيمان بحب أتوجه بتحية لكل العاملين فيها، من إداريين وصحفيين وإعلاميين وموظفين، وقال لهم أنتوا الكلمة الطيبة لأصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنه هذه التجربة تستحق الاهتمام وتستحق التطوير وتستحق أيضاً الاحتفال.